هي حراسة المرمى عموما فيها مدارس كتير جدا، لكن يبقى طبعا نجم دولي كبير، نجم وحارس مرمى منتخب المجر. وخدوا بالكم المجر دي في يوم من الايام كانت دولة عظمى في كرة القدم، وكان ليه تجربتين حقيقة، واحدة في الدوري الالماني كان حارس مرمى طبعا باير ليفركوزن، وواحدة في الدوري الانجليزي مع ويست هام يونايتد. جابور كيرالي حارس مرمى منتخب المجر هو ضيفنا في السادسة من بودابست، خلينا نرحب بيه ونقول له اهلا وسهلا بيك على شاشة الاهلي، وشكرا طبعا على مشاركتك معنا في السادسة. هاي مساء الخير. ومهم جدا اقول انه واحد من اشيك حراس المرمى، وخليني اقول لكم انه السواد بانت او البنطلون اللي كان لابسه جيبور كيرالي كان موجود اوريدي في متحف الفيفا في زيورخ، متحف الفيفا طبعا لكره القدم. اهلا وسهلا بيك، وايه قصه الزي او اليونيفورم او الكيت اللي انت كنت بتبقى حريص، وليه اخترت الستايل ده او البنطلون ده في مركز حراسه المرمى؟ Yes, this story started 1990. بالنسبة لقصة بنطلون التي كنت أرتديه في حراسة المرمى ابتدت في عام 91. لأن هذا البنطلون كان يمثل أكثر ارتياحية لي. حاولت أن ألعب بالشورت أكثر من مرة، لكن لم أكن جيد خلال المباراة التي لعبتها. لعبت أكثر من 8 و9 مباريات. لكن كنت ما زلت في البطولة وبطولة المجر. لكن عندما قمت بتجريب البنطلون أعتقد أنه كان أكثر ارتياحية من الناحية الجسدية، ومن ناحية أيضا نوع نجيلة الملعب، لأن نجيلة الملعب في المجر كانت خشنة بعض الشيء، ولهذا هو يمثل لي أكثر ارتياحية. ثم لعبت 26 عام بالبنطلون، واعتقد انه كان اكثر ارتياحيا، ليس له علاقه بالحظ، التفاؤل او التشاؤم. لا، البنطلون ده موجود حاليا في متحف الفيفا، مظبوط؟ Yeah, I don't know. I didn't see that. لحد الان هو لم يراه، لكن اعتقد ان هناك مفاجاه سوف يتم الاعلان عنه. طيب عظيم، خليني في بدايه كلامي معاك اهنيك الحقيقه على المستوى الرائع اللي ظهر بيه منتخب المجر في بطوله دوري امم اوروبا. وانا كنت لسه وانا بستقبلك يعني كنت بقول انه المجر في يوم من الايام كانت واحده من القوى العظمى في كره القدم على مستوى العالم. يمكن حتى ده اترجم بشكل كبير في قدره منتخب المجر على تصدر مجموعته اللي بتضم الحقيقه منتخبات من العيار الثقيل، ايطاليا، المانيا، انجلترا. شايف انه الجيل ده قادر على استعاده امجاد المجر في كره القدم؟ I think it's amazing performance. اعتقد ان اداء جيد يقدمه المنتخب المجري. People never think about or talk about. واعتقد ان جماهير المجر لم تكن تعتقد ذلك وان يقوموا بهذا الاداء الرائع. We are very proud. نحن فخورين بهم. This performance. فخورين بالأداء الذي يقدموه. In our groups, Germany, Italy. لأن تتحدث عن مجموعتنا التي تضم ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا. وأن نأخذ ونحصل على 7 نقاط. We know that we are not favorite. أعتقد أن هذا لم يكن مفضل لنا ولم نكن نتوقع هذا. But the surprise if Hungary. Make a surprise. لكن اعتقد ان منتخب المجر قام بعمل مفاجاه ومفاجاه كبيره. اعتقد ان بطوله الناشونز ليج الاوروبيه من السهل ان تقوم بلعبها، ليس هناك ضغوط مثل الامم الاوروبيه. لكن اعتقد ان تذهب الى انجلترا وتفوز في انجلترا فهذا شيء عظيم. هل الموضوع من وجهه نظرك او الاسباب اللي ادت لحاله التوهج عند المنتخب المجري هي قصه قياده فنيه، مدير فني قدر ينجح في مهمته، وهنا بتكلم على دور ماركو روسي، ولا هل الفكره انه ده جيل مميز من اجيال اللي مثلت المنتخب المجري، ولا القصه قصه تخطيط من القائمين عليها كانت ليها اهداف بعيده المدى؟ من وجهه نظرك ايه الاسباب اللي ادت للطفره اللي حصلت على مستوى منتخب المجر؟ ماركو روسي از ا جريت بيرسون. اعتقد ان ماركو شخص عظيم ومدرب رائع، وقام بعمل شعبية كبيرة في بودابست وفاز مع فريق المجر وفريق بودابست في بطولة المجر. واعتقد ان هو اذا كان افضل وقت لماركو روسي لقيادة المنتخب من الناحية الفنية. انت شاهدت الستايل الخاص به وطريقة لعبه.
وكيفية إدارته للتيم للفريق، وأعتقد أنه أظهر للجميع إمكانياته العظيمة وقدراته الفنية الرائعة الإدارية. كان مؤثر بشكل كبير في مستوى اللاعبين ومستوى بيرفورمانس الفريق، وهذا هو الشيء الهام، أن تكون قريب من اللاعبين وقريب من المسؤولين. ونحن نعشق طريقة لعب ماركو روسي لأنه يريد أن يلعب كفريق جماعي وكرة قدم جماعية. هو منظم جيد في الملعب. أنا موافق على كل شيء يقوم بفعله ماركو روسي مع منتخب المجر، لأن أعتقد مع ماركو روسي سوف نذهب بعيدا. كان ليك تجربتين في الاحتراف، واحدة في ألمانيا مع باير ليفركوزن، واحدة في وست هام مع الدوري الإنجليزي، والاثنين من أقوى الدوريات على مستوى أوروبا. خليني أسألك الأول على الدوري الألماني، على البوندسليجا. اثنين من أهم الأسماء كانوا بيلعبوا الموسم الأخير في بوندسليجا ورحلوا، ليفاندوفسكي إلى البارسا وهولاند إلى مانشستر سيتي. هل تتوقع أنه تتأثر قوة المسابقة، شعبية مسابقة البوندسليجا في الموسم المقبل ولا لا؟ سلبا طبعا. هولاند and ليفاندوفسكي is not German player. بالنسبة لي هالاند وروبرت ليفاندوفسكي هم ليسوا لاعبين ألمان، وأعتقد أن لن يتأثر رحيلهم بالبوندسليغا، بل هو اختبار كبير لبطولة البوندسليغا. وأعتقد أن البوندسليغا تحتاج والدور الألماني يحتاج العديد من اللاعبين الألمان الأقوياء لكي تعود ألمانيا كبيرة بلاعبيها الألمان، لأن ظهر ألمانيا بوجه شاحب في بطولة الأمم الأوروبية أيضا في الناشونز ليج. لكن أعتقد أن الدور الألماني يميزه أشياء كثيرة، هناك الملاعب دائما كاملة العدد بالجماهير، وعقلية الألمان عقلية عظيمة جدا، وكنت فخور بلعب في الفرق الألمانية. وأعتقد كنت مع أهم فريقين في ألمانيا زي باير ليفركوزن وهيرتا برلين، هذه من وجهة نظري. لكن بالنسبة لتجربتي في إنجلترا كانت تجربة عظيمة، لأن قمت باللعب مع أكثر من فريق في إنجلترا. لكن بالنسبة لي البوندسليغا أقوى في الفترة التي كنت ألعب بها، لكن الآن كان تحدي كبير لي عندما ذهبت إلى إنجلترا، لأن قمت بفعل أشياء عظيمة لم أكن أستطيع أن أقوم بها في البوندسليغا، وأنا فخور أيضا بالكاريرة التي قمت بها وبمسيرتي الفنية. بالحديث عن الدوري الإنجليزي، خليني أقول لك أنه الكل أو يعني الأغلب متوقع موسم ساخن جدا من البريمير ليج الموسم اللي جاي، وخصوصا مع انضمام أو وجود عدد كبير جدا من أهم الأسماء من المهاجمين، يعني انضمام إيرلينغ هالاند مع وجود محمد صلاح وكريستيانو رونالدو وهاري كين وخيسوس طبعا مهاجم الأرسنال الجديد. الكل متوقع أن يكون موسم هجومي على أعلى مستوى. إزاي بتشوف المنافسة في الموسم اللي جاي، ومين من وجهة نظرك الفريق اللي بيقدم أفضل كرة في الوقت الحالي في إنجلترا؟ لعبت في البريمير ليج وأعلم أجواء البريمير ليج جيدا، واعتقد ان اجواء البريمير ليج مختلفه عن اي دوري في العالم. انت قمت بذكرى فرق كبيره وعظيمه، كل منهم يستطيع ان يكون البطل، لكن الاهم كيف تلعب تشامبيونز ليج بجانب الدوري الانجليزي، لان الفرق الانجليزيه هي دائما مفضله ودائما قويه كل الفرق وكل الأندية التي ذكرتها يلعبون بطريقة لعب مختلفة عن الآخرين. في بعض الأحيان ليفربول يكون متقدم بعشرين نقطة ويفوز بعشرين نقطة، لكن يتراجع في الأسابيع المختلفة والأسابيع الأخيرة. نحن شاهدنا ليفربول متقدم لأكثر من سنة ولكن لم يفز بالبطولة في النهائي، لكن لديهم العديد من اللاعبين العظماء قد يساعدونهم في الفوز باللقب، خاصة بعد خسارة اللقب في السيزون الأخير. أعتقد أن ليفربول قد يكون مرشح وبعده مانشستر سيتي.
أنت لم تسأل عن تشيلسي لأن تشيلسي مع الأونر الجديد قام بعمل بعض الصفقات وأيضا مانشستر يونايتد قد يكون له الحظوظ وأرسنال وبعض الأندية في إنجلترا قد تكون بفعل المفاجأة. بمناسبة يعني توقعك أو ميولك ناحية الليفر وهنا في مصر طبعا جزء كبير جدا من جماهير الكرة اللي لم تكن الأغلبية الكاسحة يعني بقت بتشجع ليفربول نتيجة لتألق النجم المصري أو الإيجيبشن كينج زي ما بيقولوا محمد صلاح، رأيك في المستويات اللي بيقدمها محمد صلاح في المواسم الأخيرة وهل تتوقع أنه صلاح ينجح في يوم من الأيام أنه يحقق لقب الأفضل على العالم؟ I think Mo Salah has played very well the couple of seasons. أعتقد أن محمد صلاح قام بلعب كل مواسم الذي لعبها صلاح مواسم عظيمة ويطور في مستواه. This is my opinion because بالنسبة لي صلاح لاعب خارق وهذا هو رأيي. Goals and more action. لأن محمد صلاح قام بإحراز العديد من الأهداف بكل الطرق المختلفة. محمد صلاح هو مختلف عن لاعبين كثيرين. لعب في البريمير ليج وتأقلم وقام بعمل مفاجآت كبيرة وعظيمة. عمل أشياء كثيرة كثيرة جدا. لكن بعد سنتين قام بعمل سيزون رائع الذي حارس فيه على الأهداف. وأصبح النجم الأوحد في إنجلترا. وصعب على صلاح أن يكون بهذا المستوى لسنوات عديدة لكن صلاح تفوق على نفسه واستمر بنفس المنوال وهذه كانت مفاجأة لناس كثيرين مختلفين أعتقد أن محمد صلاح يقدم أداء هام وأقدم رسالة كبيرة وهامة لكل اللاعبين لأنه قادر على صنع المجد ويطور من نفسه أكثر من مرة أعتقد أن محمد صلاح وجوده في ليفربول خطوة كبيرة وستظل الأكبر. جيبور كيرالي طبعا حارس مرمى منتخب المجر وباير ليفركوزن وويست هام السابق كل الشكر ليك وتمنياتنا طبعا بالتوفيق للكرة المجرية.